السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا تامن؟ اليوم إن شاء الله سنأخذ الدرس 12 وهو همزة الوصل والبدء بها في الأفعال. نتذكر الحصة الماضية أخذنا همزة الوصل والبدء بها في الأسماء. كيف كانت حركة همزة الوصل عندما نبدأ بها في الأسماء؟ كانت همزة الوصل إذا بدأنا بها باسم ستكون مكسورة، وإذا دخل للتعريف على الاسم فإنها تكون مفتوحة. أعيد، كانت همزة الوصل إذا دخلت على الاسم تكون مكسورة، وإذا دخلت على الاسم للتعريف تصبح مفتوحة. أما اليوم إن شاء الله فسنأخذ همزة الوصل عندما تدخل على الأفعال وما حركتها. عندنا الآية الأولى، عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أركض برجلك هذا متسل بارد وشراب. أركض، لاحظنا شو حركة الهمزة؟ أركض، هي مضمومة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو، انتبهنا شو حركة أدعو؟ همزة الوصل في أدعو هي همزة الوصل، حركتها أيضا مضمومة. إذن لو نظرنا إلى حركة الحرف الثالث يا تامن، نجد إنه حركة الهمزة تعتمد على حركة الحرف الثالث. هنا الكاف، وحركة الكاف مضمومة. هنا العين، وحركة العين مضمومة. إذن حركة الهمزة تعتمد، همزة الوصل حركتها تعتمد على حركة الحرف الثالث. هنا نضم الهمزة في الفعل لأن ثالث حرف مضموما ضما أصيلا. أدعو، أركض. ننتقل إلى نمط آخر من الأمثلة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا، لاحظنا أن الهمزة شو مالها هون؟ استغفروا، الهمزة مكسورة. ولو نظرنا إلى حركة الحرف الثالث لوجدناها فتحة. نفس الشيء هنا، اتقي، ولكن البر من اتقى. اتقى، أيضا همزة مكسورة والحرف الثالث مفتوح. واصبر، اصبر، همزة مكسورة، همزة الوصل نرفضها مكسورة والحرف الثالث مكسور. اكشف، أيضا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لو بدأنا بإكشف ستكون أيضا مكسورة والحرف الثالث وهو الشين مكسور. ماذا نستنتج يا تامن؟ نستنتج أن الأفعال إذا بدأت بها همزة وصل ننظر إلى ثالث حرف، إذا كان ثالث حرف مضموم نجعلها مضمومة، وإذا كان ثالث حرف مفتوح أو مكسور نكسر الهمزة. واضح؟ إذا همزة الوصل إذا دخلت على الأفعال ننظر إلى الحرف الثالث، إذا كان ثالث حرف مضموم تضم، وإذا كان ثالث حرف مفتوح أو مكسور فإنها تكسر. واضح؟ إذا همزة الوصل تدخل، هنا القاعدة، همزة الوصل تدخل على الأفعال. همزة الوصل إما أن تكون مضمومة أو مكسورة بناء على ثالث حرف. ألف، إذا كان الحرف الثالث مضموماً ضماً أصيلاً فإنها تبدأ بها بالضمة. إذا كان ثالث حرف مضموم تكون مضمومة، وإذا كان ثالث حرف مفتوحاً أو مكسوراً فإنها تكسر. واضح؟ حركة همزة الوصل في الأفعال إذا مضمومة، متى تكون مضمومة؟ إذا كان الحرف الثالث مضموماً مثل أركض وادعو، ومكسورة إذا كان ثالث حرف مكسورا أو مفتوحا مثل استغفروا. واضح يا تامن؟ القاعدة سهلة، سنبدأ بتطبيق وقراءة الآيات. أرجو التركيز على الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين،
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. أرجو أن نتدرب على تلاوة الآيات وننظر إلى الكلمات التي أو الأفعال التي بدأت بهمزة الوصل. فانتقمنا، انتقمنا مكسورة لأن ثالث حرف مفتوح. فاصفح، اصفح أيضا مكسورة لأن ثالث حرف هو الفاء مفتوح. أرجو أن تستخرجوا أيضا أفعال أخرى غير التي استخرجتها ونتدرب على تلاوة الآيات بشكل صحيح. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.